مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة إنزكان. مرة أخرى نعود إليكم في قصة أخرى بطبيعة الحال، اللي هي أكثر مأساوية لسيد بطبيعة الحال اللي كيعيش التشرد وكيعيش الضياع هنا بشوارع مدينة إنزكان بطبيعة الحال، بعد ما يعني كان متزوج ولديه ابنين، لكن حياته تقلبت رأسا على عقب ولات يعني عذاب في عذاب. فهذا الشخص اللي كتشوفوه امامنا، فهذه 4 ايام يعني ديال رمضان وهو كيبات في الشارع، كنتمنى من كاع القلوب الرحمة في هذا العواشر وفي هذا ايضا الشهر الكريم اللي هو شهر الغفران وشهر التوبة وايضا شهر ديال التكافل الاجتماعي، اننا نضرب بعين الرحمة لهذا الشخص لانه ضاق مرارة التشرد وضاق العيش اللي صراحة ولا مضني وعيش مرير اللي كيعيشه هذا الشخص. فغادي نخليه انا يحكي لنا القصة ديالو، وكنتمنى بطبيعة الحال انكم تعاطفوا معه. السي هشام قرب الميكروفون. مرحبا بك السي هشام، اذا الله كان يبارك. ممكن يعني تقربنا من القصة ديالك، شنو الظروف اللي خلاتك يعني كتعيش التشرد؟ اول حاجة الاسم ديالي توري هشام، من مواليد 1970، مدينة الدار البيضاء. بدري الامر كنت بحالي بحال ايوا الناس، ما عندناش وما خصناش، عايش هذاك. توقعت الواقعه اكسيدون، كنت جاي من الخدمه. عندي مزوج، عندي جوج وليدات، ما عندناش وما خصناش. المهم بحالنا بحال جميع المغاربه الحمد لله. حياتي تبدلت ملي دارت الكسيده، كنت جاي من ماسة خدامي تماك بوزروك انا واحد السيد، تقلب بيت الموتور، شدت لي الرجل السلسله سميتو بدات كطحنها. المهم شدوني سميتو قال لك العمليه، درت العمليه في رجلي وبقيت. تراكمت عندنا الديون، تراكمت عندنا الكرا والمعور، عارف الكرا والصاير ولا سميتو. اضطرينا اننا باش نبيعوا الاتات المنزليه، بعد الحوايج ديالي ما خلينا حتى حاجه، بعنا الحوايج ديالنا ما خلينا حتى حاجه. المرا قالت لي غادي نهز الدراري غادي نريح عند الاخ ديالي، الاخ ديالي، وانت غادي تشوف مالين الدار تتريح سميتو بين ما نشوفوا الحل وتقاد الامور ديالنا. انا ما نكذبش عليك، انا الفكره ديال انني باش نريح عند مالين الدار، انا عندي الاخ ديالي كبير هاز الوالد والوالده، غادي نمشي حتى انا يا سميتو غتولي عاله. يعني بعد ما كنت يعني ما كنتي صحيح وكتدير وكسميتو غادي تولي غادي بعكاز وغادي مهرس وغادي سميتو ويصرفوا عليك ويدير. هذا هو اللي اضطريت بانني نبقى في الزنقه في الشارع. شحال انت عايش في الزنقه؟ شي 25 يوم. 25 يوم؟ 25 يوم. فين كتبات؟ 25 يوم. في بادئ الامر كنت كنمشي للمحطه، في المحطه ديال انزكان، ولكن لظروف ما وظروف سميتو اضطرت انني نجي لهنايا للموظفين وسميتو، ونبات غير في الجرده هنايا مغطي بسميتو. والعذاب اللي كنعيشو هذاك هو ملي كيطيح الظلام، في العذاب ملي كاين داك كنبغيك ديما، ما كرهتش انا كنبقى نشوف غير النهار، لان ملي كتبدا تطيح ديك الليل يمكن متعرض لكل شيء، مكرر غير شي واحد دايز يمكن يضرب في شي حاجه، ما شي مخيلات كيبقاو يتخيلوا لك شي حوايج وسميتو. النعاس بعدا ما كتنعسش بعدا طبيعي، غير سميتو غير الخلعه ودير سميتو ديال داك الله. ودابا دابا كنقول نطلب من الناس المحسنين. يعني هاد 25 يوم يعني كي داز 25 يوم ديال التشرد؟ واه اش غادي نقول لك 25 يوم انا بعد لحد الان، الا قلتها لك غادي اقسم لك بالله 25 يوم سميتو يلاه حيدت واحد الحويجات وحيدتهم واحد سميتو، لو كنت شتي الحويجات اللي كنت لابس 25 يوم بعدا ما غسلتش، 25 يوم ما دوشتش، 25 يوم ما دوشت. ما ما عمرني غير تخيلت ولا سميتو انني غادي نتعيش، غادي نتلاح في الزنقه ولا غادي نعيش في الزنقه ولا غادي ندير سميتو، ما عمرني كانت ليا. ما الحمد لله جات مع الله مرحبا بها، ما قلنا تاع سميتو. بكاني يا خويا كتشوف تقلبات ما بقاش مستقبل دابا.
ملي توصل في التجرد ملي توصل لي سميتو كنبت كنعطيك واحد كتشوف غير حوايجك ملي مسكين كدوزها من حدا واحد كدوز غير من حدا واحد كيصحابك راه من هذوك اللي سميتو يمكن غتضربو يمكن غادي دير سميتو يمكن من هذوك اللي لا حول ولا قوة الا بالله. لا الانسان ما عمرك تحكم عليه من المظهر ديالو ما عمرك تحكم عليه كاين ظروف كاين اللي سميتو ما عمرك تحكم ما عمرك تحكم على الانسان ديالو. انا من قبل كانت واحد السيده الله يجزاها بخير كانت من العائله ديالي كانت كتساعدني بحال الظروف ديال سميتو ولكن اخويا راه تعيا اليد اللي تعطي وما تعياش اليد اللي تشد. لا اله الا الله لا اله الا الله ولا داعي لذكر الاسم ديالها راه لا اله الا الله راه لا ودابا راه انا حتى التليفون ديالي دي غير باش ندير سميتو خاسر ليا بعدا ما كيبقاش سميتو خاصني تحل القهوه ونمشي نطلبو باش نشارجي باش نشارجي التليفون ديالي راك شتي غير انت المعاناه باش نتصل بك وباش سميتو شتي راه ديما كتلقى التليفون ديالي طافي وكتلقى التليفون ديالي سميتو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو كطلب دابا السيد؟ دابا كنطلبها من الناس المحسنين كنطلب من خوتي كنطلب الله يرحم ليهم الوالدين راه باغي والو راه بقيت غير شي جمعيه اللي تدخل ليا بعدا ام بعدا غير تنشوف الرجل ديالي راه مع ديامات ديال الزنقه ومع ديامات ديال البرد ومع ديامات سميتو راك شتي الرجل ديالي كيفاش دارت راه ها سميتو راه بغيتهم غير ندخل سميتو غير يتكلفوا بيا غير الرجل ديالي راه هذا راه هذا معاناة كبيرة راه مع داك البرد سميتو راه معمرها هاد الرجل غتبرى وغادي يبقى ديما هكا زيادة ديال ودابا كنطلب من خوتي المغاربة والله يجازيهم بخير والله يديروني واحد منهم يديروني خوهم يديروني صديق ديالهم يديروني غير سميتو اللي كيعرف شي جمعية ولا اللي كيعرف شي سميتو الله يرحم ليهم الوالدين يتصل بينا ويتصل بسميتو والله يجازيهم بخير. اللي بغى يتصل على الرقم ديالي 0713 38 83 22 0713 38 83 22 وكنطلب الله يرجع الله يرحم ليكم الوالدين في هذا النهار الكبير عند الله في هذا النهار الكبير شوفوا بعقل الرحمة شوفوا بهذا النهار راك راه اللي دارت اللي وقف في الخير في هذا النهار اللي كبير عند الله راه ما عمرها تضيع عليه الله يرحم ليكم الوالدين والسلام عليكم ورحمة الله. انتم اخواني الكرام متابعي قناة الشعب شوف تي في صراحة قصة مؤلمة جدا لهشام الذي تحولت حياته رأسا على عقب واصبح يعيش مرارة العيش بعدما كان يعني متزوج ولديه ابنين لكن بسبب حادث سير لحولت حياته الجحيم يعني كيعيش يعني التشرد والضياع هنا بمدينة زكان كما سمعتوا يعني اكثر من 25 يوم وهو عايش في الزنقة اكثر من 25 يوم وهو كيبات فقط يعني في المحطات الطرقية وكيبات فقط يعني بين جرادي ديال مدينة زكان. كنتمنى من كل القلوب الرحيمة انها تلتفت يعني لهذا الرجل لان صراحة يعني القصة ديالو فتا شي واحد فينا ما يبغيها العدو ديالو فكما كنقولوا دائما اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقابها وايضا يعني ما عرفتيش شنو مخبي لك غدا. فهشام ربما ما عمره كان كيظن بان حياته غادي تقلب بان حياته غادي تولي ضياع في ضياع واليوم ها هو يعني تقلبات حياته وربما الابناء ديالو في جيه هو في جيه. كنتمنى من الناس يعني على الاقل حتى لما قدرتي تستطع انك تساعد يعني هذا الرجل فعلى الاقل بالبارتاج ديالك ممكن الرساله ديالو توصل ممكن ان ربما قدرت انت غدا ولا غدا يوقع لك نفس المصير فتا شي واحد فينا ما معصوم بطبيعه الحال يعني من الخطا وتا شي واحد فينا ما عارف شنو مخبي ليه القدر يوم غد. تحياتي لكم وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر وفي قصه اخرى الى الملتقى.